تعديت كذا. يعطيك العافية كابتن مبارك وجدي قائد فريق الأولمبي الاتفاقي وأيضا اللاعب مع الفريق الأول ما شاء الله تبارك الله من خلال هذا الموسم تلعب بالفريقين تقدم مستويات جيدة. اليوم أيضا تكسبون نجران في مباراة مهمة تصلون أيضا للنقطة رقم 32. صحيح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لك الحال، مبروك لنا وهارد لك النجران. مباراة كانت حلوة بس صعبوها لأن كانوا مقفلين المنطقة من قدام، فحاولنا نلعب على الأطراف ما توفقنا، والحمد لله على آخر شيء قدرنا نسجل وانفتحت لنا المباراة. كان يمدينا نسجل الأول والثاني والثالث بس الحمد لله زين، أهم شيء الثلاث نقاط. أتحدث معك أيضا مبارك في هذه المباراة، اليوم لم يتنوع اللعب الاتفاقي، ما شاهدنا التسديد من خارج المنطقة، يعني شاهدنا الكرات العرضية لعلها قليل، يمكن اللي حضرت الكرات العرضية تقريبا 4 إلى 5 عرضيات وكانت هي الخطورة، التسديدات اليوم غابت، التنوع في اللعب اليوم ما شاهدنا ليه؟ صحيح، أول شيء فقدنا عنصرين أساسيين في الفريق اللي هم علي الزبيدي وإبراهيم إبراهيم مع الفريق الأول، فلعيبة نزلت جدد فعلى ما تأقلم جو المباريات فعارف ارتباك ومدريش، والحمد لله يعني قدرنا نتأقلم على آخر شيء سجلنا وربي وفقنا. من أول ما بدأت البطولة إلى هذا اليوم مبارك في جميع الجولات أنتم منافسين على المركز الأول، تصدرتم فترة فقدتوها في الفترة الأخيرة، ضيعتم نقاط مهمة، كيف تشوف موقعكم الآن في دوري كأس الأمير فيصل؟ والله الحمد لله هذا حنا ننافس تقريبا، حنا الحين ما أدري إذا الأول أو الثاني ما نعرف نتيجة الأهلي. مباراة الأهلي وهجر إلى الآن الشوط الثاني 0-0. يلا زين إن شاء الله يتعدلون نقدر ناخذ المركز الأول ونحاول، مع أننا تعثرنا آخر 3 جولات اللي هي مباراة هجر ومباراة الأهلي والشعلة، بس الحمد لله قدرنا نعوض نرجع رتم الانتصارات. جميل، أتمنى لك التوفيق دائما مبارك. يعطيك العافية. كان هذا حديث الكابتن مبارك وجدي متواصلين.